بتمويل من العمانية للغاز الطبيعي المسال، وزارة الصحة توقع اليوم على 3 اتفاقيات تمويل لشراء أجهزة ومعدات طبية لعدد من المؤسسات الصحية بأكثر من 159 ألف ريال عماني. توقفت خدمات البوابة التعليمية ظهر اليوم لأسباب فنية بعد أن نوهت وزارة التربية والتعليم عن ذلك في وقت مبكر. شرطة عمان السلطانية تؤكد أن لا شبهة جنائية في الجثة المعثورة لأحد المواطنين أمام بيته بولاية الخابورة، وأن الوفاة ناتجة عن سقوطه من سطح منزله أثناء محاولته إصلاح خزان المياه. يشهد سوق العسل العماني طرح العديد من أنواع العسل من السمر والسدر والجبلي، ويستمر السوق حتى 29 يوليو الجاري بمركز مسقط جراند مول. سلاح الجو السلطاني العماني يقوم بعملية إخلاء طبي لطفل حديث الولادة يعاني من مشاكل صحية ونقله من مصيرة إلى مستشفى صور.